بسم الله الرحمن الرحيم دروس النحوية برنج كتاب 36 درس جر الاسمي اسمني جر بولشة ويجر الاسم في موضعين اسم اك ورندا جر اقلاد المجرور بالحرف برنج س حرف سبب لي جر اقلاد الأول إذا وقع بعد حرف من هذه الحروف اسم جر أقلشنين برنشة أرنا شبو حرف لاردان برارتا حرف تانكين واقي بولسا من إلى عن على في رب الباء الكاف اللام واو القسم تاء القسم بو حرف لارن مانو لاربلان كي رقتان شامس نحو سافر محمود من القاهرة إلى الإسكندرية في يوم محمود قاهردان إسكندرية جاچا بركندا سفر قلد إسكندرية جا بركندا سفر قلد بيردا من دانكين قاهرة اسم جر أقليابت إلى دانكين إسكندرية في دانكين يوم جر أقليابت وهذه الحروف تسمى حروف الجر بو حرفلار جر حرفلار ديب نملنا ده إيضاح سبق لنا أن رفع الاسم يكون في 6 مواضع وأن نصبه يكون في 11 موضعا يقارد اسمين رفع بولش 6 أورند بولش نصب أقلش 11 أورند بولش أت وأما جره فيكون في موضعين فقط أما اسمين جر بولش فقط كنا إكي أورند بولاد الأول إذا وقع الاسم بعد حرف من هذه الحروف المسمات بحروف الجر وهي برنجس جر حرف لار ديب نوم لنجان شبو حرف لار دان برارت حرف تان كين اسم كلسا من يا مثال سافر محمود من القاهرة ونزل المطر من السماء محمود قاهرة دان سفر قلد كينج مثال أسمان دان يامغر ياغد إلى يا مثال وصل المسافر إلى الإسكندرية وسار إلى البحر مسافر إسكندرية جيت و دينجزجي قرب يرد عنج مثال عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه بر كش حقدا سورة ما ون يقن حقدا سورة خود اوزبیک тилида do'stingni aytgin, seni kimligingni aytib beraman degan maqolga o'xshagan. Ala al-judu ala al-muhtaji ahsanu min ad-durri ala al-taji. Muhtojga saxiylik qilish, yordam berish bu tojdagi durdan ko'ra yaxshiroq. Figa misol تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة كينچلك بيتا الله تعالى الله تعالى تنجن مشقة بيتا شدة بيتا وسنة تنيد رب مثال رب حال أفصح من مقال ورب صديق خير من شقيق كوبنجة حالات so'zdan ko'ra tushunarliroq bo'ladi. Insonning holati u gapirmasdan oldin ma'lum bo'lib turadi. Gohida do'st tug'ishganingdan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Alba'u bega misol al-amalu bil qalami anfadu min al-amali bis sayfi. Qalam bilan amal qilish qilich bilan amal qilishdan ko'ra manfaatliroq. Al-kafu al-ilmu kan-nuri wal-jahlu kaz-zulmati. Ilm nur kabidir,
ilmsizlik zulmat kabidir. Lomga misol al-fadlu lil-mutaqaddimi wal-kibriya'u lillahi. Fazilat peshqadam kishiga yarashadi, kibr Allohga yarashadi. Qasamiyya vovga misol wallohi ma sana'tu. Allohga qasamki unday qilmadim. والعصر إن الإنسان لفي خسر عصر يقسم البت إنسان زيان زحمت تدر تاء القسم يمثال تالله لا يذهب المعروف وتالله لا يرتفع الباتل الله يقسم كي يخشلك كتب قل ميدا يعني بتلي أجب كت ميدا الله يقسم كي باطل كتر الميدة من شو بلان ديمك بو درسمز نخايا سيجيه